علاء مباراة جيدة جدا 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 من لعيبة النادي الأهلي. بغض النظر عن أي نتيجة حصلت النهاردة، أنت كل مباراة أنت بتكسب حاجة جديدة خصوصا ناشئين النادي الأهلي. الشوط الثاني النهاردة كسبت حاجة جديدة، خاصة 1-0 لكن نزلت لعيب عايز يتعادل، خلاص الخضة زي ما بيقولوا كده بتاعت المباراة راحت من المباراة اللي فاتت. كل واحد شغال قد إمكانياته أيمن، يعني مجهود مبذول قوي جدا جدا جدا. صحيح. اللي يحسب لعيبة النادي الأهلي اللي حتة الخوف حتة الاشتراكات بقت جامدة جدا، ان هم عندهم رغبه، يعني حته ان تبقى خسران 1-0 تبقى بالنسبه لعيبه النادي الاهلي مشكله. عشان كده بين الشوطين بقول لك حته الضغط على لعيبه النادي الاهلي بعد الهدف، حته لما خسران 1-0 دي بتبقى حاجه اثرها مش حلوه، اثر بتعمل ستيب اثر سلبي. لكن مع الوقت واضح ان في كلام حصل بين الشوطين، صح، الموضوع ده انتهى تماما وبدا الشوط الثاني هم اللي بيدوروا على هدف التعادل. الضغط زايد شويه، الرغبه بقت عاليه قوي، تحس ان الفريق الى حد كبير الجماعيه بقت اكتر شويه. في حاجه حصلت في الشوط الثاني خلت الشكل كده، ويمكن الهدف اتاخر قوي، لكن حسيت ان كان ليك وجود الشوط الثاني في كام كره ضيعهم حسام. التغييرات لما نيجي نتكلم عليها عملت الفرق. اللعيبه عايزه تثبت نفسها، صح. الحاجه اللي انت ضامنها ايمن في مجموعه اللعيبه دي ان في حاجه انت ضامنها 100% هي حته الروح دي. وانت مغمض كده انت ضامن ان كل الولاد الصغيره دي روحهم هتبقى عاليه جدا جدا جدا، فدي مضمونه. حته اللعب وحته الانسجام بتيجي مع الوقت، يعني الشوط الاول انسجام مش حلو قوي، حتى كل الكباتن اتكلموا عليه. الخطوره مش كتيره، كان في حته ترابط بعيد شويه. الشوط الثاني لا، تحس ان الخطوط قربت، رغبه التعادل زايده قوي، في حركات هجوميه، انت عايز تتعادل. عشان كده تعادلت، انت بتلعب فريق اسماعيلي فول تيم، يعني مزبوط. يعني انت قلت حاجه عجبتني، ان كبار الاسماعيلي تعادلوا مع ناشئ الاهلي او ناشئ الاهلي تعادلوا مع كبار الاسماعيلي. بالنسبه النهارده للعيبه النادي الاهلي او النادي الاهلي مكسب على كل الاصعده زي ما بيقولوا، كسبت لعيبه صغيره، ما خسرتش المباراه، وده كان مهم جدا بالنسبه للعيبه، وده كان اكتر حاجه مأثره فيهم بعد الهدف. اصل اللعيبه وجهاز الفني حتى جهاز فني من بره قاعد على اعصابه، الموضوع قلب مباراه رسميه رسمي. يعني اصل ايمن هي حته انك يجي فيك جول دي انت وانت صغير في الناشئين ما بتقبلهاش، صح كده. فتخيل الولاد الصغيره خسرانه 1-0، هو بالنسبه له لا، ما ينفعش النادي الاهلي يخسر 1-0، فحته الرغبه زادت قوي حتى لو بيلعب فرقه اكبر منه ولا فارق معاه. هو خلاص الفرق ده انتهى، انا جه فيا جول انا مش شايف، خلاص انا شايف حاجه واحده بس وعندي هدف واحد، انا هدور على تعادل ولو في وقت اكسب ممكن اكسب. لكن النهارده انا من مستر موسيماني اطلع هاني اللعيبه دي كلها النهارده، اكتر واحد استفاد من التجربه هو شخصيا، واللعيبه كلها موجوده قدامه. بشكرهم طبعا على المجهود الهايل ده، هنتكلم فني على الشوط الثاني، لكن تعادل مستحق مع كبار الاسماعيلي. صحيح كابتن.